الفريزرات الواقف من فريزر الى براد او من براد الى فريزر، تجي عند الفريزر وبتشغله وبيجيك اول شيء من المصنع اصفار. اول شيء راح نغيره من درجة حرارة فهرنهايت الى مئوية، عشان المئوية حنا نشتغل عليها بالعادة. فاول شيء نسويه بنفك القفل، نفكه نضغطه 3 ثواني، 1 2 3، فك معنا القفل. عشان نغيره من درجة حرارة اللي هي مكتوبة ومرسومة هنا F إلى C، بنضغط هنا السهمين مع بعض 3 ثواني، 1 2 3، شوف غير معنا على C اللي هي درجة حرارة مئوية. -18 يعني كذا شغال معك فريزر. طيب أنا أبي أغيره إلى تبريد، كيف بسوي؟ بضغط هذه الضغطة اللي تحت، تلاحظ إنه في خط وفي نقطة فوق، نقطة فوق يعني يشتغل معك فريزر. بضغطها 3 ثواني، 1 2 3، ترجع النقطة تحت كذا خلاص صار الحين تبريد. شوف 5، أول كان -18 يعني تحت الصفر تجميد، الحين درجة حرارة 5 يعني تبريد. وإذا كنت تبغى تضبطها على درجة حرارة فهرنهايت، تخلي الفريزر على أصفار، النقطة فوق على أصفار والنقطة تحت التبريد على درجة حرارة 41. ولا تنسى أهم شيء، تابع ابو خيال.